أن الكرام من قادة وزعماء عرب جاءوا ليشاركوا في القمة العربية التي ستعقد غدا بإذن الله في البحر الميت. الآن نشاهد وفي هذه الأثناء واللحظات وصل صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.